الزمالك بدأ يفتح باب التبرعات بحملة إعلانية لجمع التبرعات في ظل ظروف صعبة الكل عارف بيها والكل عالم بيها الحقيقة. وهنا خليني أقف عند نقطة مهمة جدا، إنه وهذا هو أمر اختياري وليس أمر إجباري. في توقيتات بتبقى صعبة على الأندية. هذه التوقيتات شافها العالم كله في وقت كورونا، وما كانوش يعرفوا يعني ايه ازمات طاحنه بالشكل ده، لانه الناس بره بتعتمد في مداخلها على تواجد الجمهور. فبالنسبه لهم يعني ايه ما فيش جمهور، يعني ايه ما فيش تذاكر، يعني ايه ما فيش فلوس. فكانت بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا. فبدات الانديه تفكر في حلول، او الجماهير بقى تحديدا تفكر في حلول علشان الانديه بتاعتها ما تغرقش في مديونياتها وتبقى مشكله كبيره. فقال خلاص الماتشات اللي بدون جمهور هيمثل كما لو ان الجمهور موجود بصوره، والصوره دي هتدفع ثمنها اكنك موجود في الاستاد. شكل من اشكال الدعم، شكل من اشكال التبرع. انا حابب اقف جنب النادي بتاعي. فيا جماعة احنا بنتكلم على فكرة نبيلة، سأظل طوال الوقت ولن أحيد ولن أغير كلامي، لأنه دايما في فرق ما بين تغيير المبادئ وتغيير القناعات. القناعات مرتبطة بظروف محيطة ومرتبطة بمواقف مختلفة متباينة، إنما المبادئ ما بتتغيرش. وإحنا هنا بنتكلم على موضوع من المواضيع اللي بتشكل مبدأ. هل أنت مع مبدأ انه الجمهور يقف مع النادي ولا لا؟ طول الوقت بشوف انه دور الجمهور في احيان كتيره جدا جدا، ما احنا دايما بنتكلم على عظمه الجماهير. ليه الجمهور دايما له حته مختلفه عن اي حد تاني في منظومه الرياضه؟ ليه الجمهور مثلا هو اللي لما بتصفه دائما بانه جمهور عظيم وجمهور مخلص انت بتختار التعبير الامثل؟ ليه؟ لان هو الوحيد اللي في المنظومه دي كلها لا يستفيد، ولكنه طول الوقت يعطي بلا اي شروط، يعطي بلا اي شروط. ففي وقت انت لازم هتميل على جمهورك، في وقت لازم هتميل على جمهورك. حصل ده وقت كورونا، وحصل ده وشفناه في المغرب وعملوا الوداد، وشفناه ده وأندية في الدوري الإنجليزي وتعمل، وفي أندية في الدوري الألماني وتعمل. يعني الناس اللي عندها سيستم نفسه لما السيستم عطل بدأوا يفكروا في أفكار تانية تجيب لهم فلوس. فمبدأ التبرع في حد ذاته للنادي أو دعم النادي من الجماهير هو مبدأ حميد جدا جدا جدا. عندك مشكلة فلازم تتخطاها، هتسند على مين؟ جمهورك. فالجزئية دي بشوفها جزئية نبيلة جدا جدا. لو مش عايز تشارك لا تشارك، وهو أمر اختياري بحت. وهنا في جزئية مهمة، الناس يقول لك طب يا عم الناس وظروفها صعبة ولقمة العيش. أنا موافق جدا جدا، احنا هنزايد على الناس واحنا هنزايد على ظروف الناس، ما احناش هنزايد على ظروف الناس. اللي يقدر، هي هو الكلام على كده، اللي يقدر، واللي ما يقدرش كفاية بأحاسيسه ومشاعره، يعني كفاية، ده بيبقى كفاية. طيب ده كلام عام، تعالوا نخصص بقى الكلام على الزمالك. في الحاله بتاعت نادي الزمالك، الظروف اللي موجود فيها نادي الزمالك هي ظروف الاصعب على الاطلاق من سنين طويله جدا جدا، والناس خلاص اسقط في ايديها، مفيش حلول، والوضع بقى صعب، والوضع اشبه باللي هو هربت الزمام، هربت خلاص، فكت عمليه، فكت بقى صعب. عندك مشاكل بكل حته. امبارح جروس بياخد حكم على نادي الزمالك، اتشيمبونجا قبليها حكمه، بنقعد الناس بتقعد تراضي فيه، مش عارف باتشيكو برضو نفس القصه، الناس بتقعد تراضي فيه، وطب ونقعد ونتفاوض ونعمل ونسوي وندفع ونجيب ونعمل شفاه، ومش عارف تعالى نشوف اللعيب الفلاني ده، طب حمدي النجاس، طب نقعد ندرس الجدول الاقتصاديه، طب نشوف احنا، طب هينفع نجيبه عشان خاطر طب ما يشتكيناش تصاص المليون وشويه دولار ده، ده احنا معناش، طب ناخده وبعدين نبقى نعيره، طب ناخده وبعدين نبقى نمشيه، طب نعمل ايه، طب اصل الزمالك. فانت عمال 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 بتحل في ازمات كتيره جدا جدا. طب هوب بتلاقي حسام اشرف وقع هنا، طب ده قبل كده ده المجلس قالوا له طب ده وقع قبل كده، طب ايه اللي حصل؟ ده احنا لبسنا في الحيط فترتين قيد، الفرقه ما بتأيدش حد، جمهور الزمالك هيتجنن، ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ الفرقه فجاه مره واحده، دي فرقه واخده بطوله الدوري، الدنيا بقت نار نار نار، ما يعلم بالله ربنا. طب ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ كل الظروف دي كلها والنادي ما فيهوش فلوس، كل الظروف دي كلها والنادي ما فيهوش فلوس. فده الوقت اللي انت بتسند فيه على
جمهورك. أراها فكرة نبيلة جدا تستحق الإشادة، إن كنت ستشارك فبها ونعمة، وإن لم تكن فبرضو ده قرارك. إنما تعليقي عمره ما هيختلف في أي وقت من الأوقات ولا أي زمن من الأزمنة. الجمهور له دايما دور في تضحيات، الجمهور دايما له دور مختلف، الجمهور هو الوحيد اللي لا يستفيد من هذه المنظومة، الجمهور بيحب بس، عايز يشوف فرقته كويسة بس. جمهور الزمالك في المشهد اللي احنا فيه ده هو عايز يشوف فرقته كويسة وبس، مش عايز يشوف حاجة تانية خالص على الإطلاق، لا يستفيد. هاتلي جمهور بياخد فلوس لما فرقة بتفوز ببطولة من البطولات، هاتهولي في الكورة كلها، هاتهولي في قاموس الكورة، مفيش. هو طول الوقت يا اما بيدفع تذاكر عشان يروح يتفرج على الماتشات، يا اما بيدفع من حرق الدم واعصابه، يا اما بيدفع فلوس عشان الانتقالات وكذا وكذا وكذا. يعني هتلاقي الجمهور ده في الاول وفي الاخر هو ايه؟ هو اللي دايما بيدفع ولا يستفيد. جمهور ما بيتشهرش، الجمهور ما بيفهمش واحد بياخد وجهه اجتماعيه، بس بياخد الاحساس بتاع انا منتمي لنادي الزمالك، بتاع انا منتمي للنادي الاهلي. الاحساس ده لا يضاهيه اي احساس بالنسبه للناس اللي بتحب الكوره قوي، بالنسبه للناس اللي معجونه كوره قوي. ده احساس بالفخر والاعتزاز وحاجات كتيره جدا جدا ممكن ما يحسهاش ناس تانية عندها مناصب، خد بالك. يعني اللي عايز اقوله فكره نبيله، واتمنى للناس التوفيق، واتمنى انه يحصل تجاوب معاها، وهذا التجاوب هو تجاوب مره تانية وثالثه، هو تجاوب اختياري وليس اجباري على الاطلاق. دي جزئيه كان مهم ان احنا نعدي عليها وان احنا نتكلم فيها في ظل مشاكل وازمات كتيره ما زال نادي الزمالك بيعيش فيها، وهنتكلم فيها النهارده وندردش فيها.